طبعا امبارح يعني زي ما اتقال كده في التقرير كان او عموما امبارح او مشوار المنتخب الاولمبي كان مدينا امل كبير جدا، وهم نفسهم اللعيبه مع ميكالي ادونا امل كبير جدا انه اي حد احنا هنقابله ايا كان مين المنتخب اللي احنا هنقابله بجماهيره ايا كانت الجماهير مقفله الملعب مش مقفله الملعب، احنا معانا لعيبه كبيره الذهبيه على بعد خطوات، ولكن غاب التوفيق عننا امبارح. شفت المباراة ازاي امبارح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا مبسوط اني موجود مع حضرتك، ودايما بسعد لما باجي مع حضرتك في انا البرنامج سعيدة الحقيقي. جدا ربنا ومتشرفة يحفظك، طبعا بوجود حضرتك. ربنا يحفظك. الحقيقة منتخبنا كنوعية لعيبة وكأفراد الجانب الفني عندهم عالي جدا، والوعي الخططي مع المدير الفني اللي على قدر كبير جدا من الخبرات قدر يعمل توليفة كويسة من منتخبنا مع اللعيبه اللي هي اللي هو كان زيزو بتتمثل في زيزو والنني. الحقيقه ادوا ثبات للمنتخب وادوا خبرات، وخاصه النني كمان كان محور لعب في اوقات كتير جدا سواء الكره معانا او الكره مع الفريق المنافس. كل الحاجات دي اتجمعت ان المنتخب بتاعنا ظهر بالشكل ده بالشكل الايجابي ده الحقيقه. وبعدين من ضمن الاسباب الرئيسيه ان كان مستوى صاعد تدريجي، بس هو الدروب اللي حصل ان تقارب الماتشات واحنا اللعيبه بتاعتنا ما عندهاش خبرات ازاي تعمل استشفاء بشكل كويس، مع كمان ملعب اللعيبه ما اتعودتش على ان هي تتحط تحت الضغط ده وتحت الاستريس ده في اوقات قصيره. اعتقد ده كان محور مهم جدا ان جاب جانب سلبي في مباراه فرنسا بتاعت امبارح. غير كده لا، المنتخب ده بامر الله حاجه مبشره جدا. اتمنى ان يبقى فيه استمرار في هذا الكلام، ويتعمل آلية وتعمل خطة بشكل كويس حفاظا على هذه اللعيبة، لأن هتبقى نواة للمنتخب الكبير الحقيقة والمنتخب الأول إن شاء الله. يعملوا تصنيف كويس جدا لمصر في الفترات اللي جاية في المنافسات اللي جايه بامر الله بالنسبه للمنتخب. ناس كتير متامله خير قوي في المنتخب الاولمبي مع ميكالي. طبعا بص حضرتك، هو الحقيقه هم كانوا مقنعين جدا بالاداء كمان، لكن النتيجه طبعا ما كانتش على مرام امبارح، خاصه الطرد اللي حصل مع زي ما بقول لحضرتك الجانب البدني عندنا لما حصل فيه انخفاض عمل لنا مشكله جامده جدا، مع كمان نقص اللعيبه في الشوط الثالث. الجزئيتين اللي قلت لحضرتك عليهم دول كان لهم دور فعال في تفوق فرنسا، لكن لما كنا من بدايه المباراه خاصه الشوط الاولاني كنا ندي قوي جدا، وكنا على فترات كتير افضل كمان. احنا اصلا يعني الشوط الاول كله دي حقيقه احنا عن فرنسا، احنا بنبني هجمات بس فرنسا احنا بقول لحضرتك احنا كجمعيه لعب وكاداء وكجراه في الاداء وكثقه واخدين الاحساس، ودايما كنا في نص ملعبهم. مصر كان شكلها كويس قوي الحقيقه، هي بس كان ينقصنا ان يبقى في هدف او هدف تاني كان يعزز الهدف اللي احنا جبناه. لكن طبعا بتلعبي برضو منتخب كبير، خدي بال حضرتك ما نغفلش برضو الفريق المنافس، لا منتخب كبير جدا مع عندهم لعيبه خبرات بشكل كويس قدروا يوزعوا مجهودهم على مدار المباراه. معاهم مدرب كبير تريكا. صحيح، هو المدرب طبعا، هم كمان اللعيبه جوه الملعب عندها ثقافه وعندها وعي في الملعب بشكل كويس قوي، وقدروا يوزعوا مجهودهم على مدار المباراه. اعتقد الحته دي برده كانت نقطه جوهريه، ان هم مباراه فنشوا المباراه باللي هم عاوزينه. يمكن احنا بس اللي فرق معانا ان احنا لو كنا عززنا الهدف كمان كانت الامور اختلفت خالص. احنا كنا ممكن محمود صابر في اخر الشوط الثاني كان هيجيب جول كره اللي فطبعا هو ربنا سبحانه وتعالى، احنا يعني مش عاوزين احنا سقف طموحنا عالي قوي، لكن هو طبعا فيه لا المنتخب ده برضه عندهم خبرات وعندهم لعيبه بشكل كويس وعاملين اعداد بشكل كويس، واعتقد العوامل دي برضه كان هم كمان ريحوا قبل يعني كان جات لهم فرصه وقدروا ان هم يريحوا لعيبتهم الاساسيين على عكسنا احنا. هم اللعيبه من دور المجموعات لحد الماتش امبارح هم نفس اللعيبه بدون راحه. انت حضرتك كمان لفتت النظر ان هم كمان لعبوا قبلينا بيوم، وبعدين هم ما لعبوش اكسترا تايم، كل الحاجات دي برضو بالظبط. احنا لعبنا الماتش اللي قبليها فعلا اكسترا تايم. صحيح، فمع تقارب الماتشات مع الاكسترا تايم ومع اللعيبه برضو ما عندهاش الخبرات في ان هي تلعب في وقت قليل كده ماتشات كتير، كل العوامل دي صبت ان فرنسا كسب. لكن كاداء وكاداء جماعي واداء فردي بالنسبه للعيبه، لا احنا لو الامور كانت عندنا اريحيه اكتر من كده كانت الامور اختلفت خالص. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا في خبرات وفي عده عوامل، طبعا هي برده مش موضوع قاصر على المباراه بس، لا في كمان تجهيزات ما قبل المباراه دي برده كان ليها دور مهم جدا بالنسبه لمباراه فرنسا الحقيقه.